في جلسة اليوم راح نشتغل على تحليل نص باريس، اشتغلنا على قراءته المرة الماضية. النص عم يحكي عن الملكية بالدرجة الأولى، يعني هدفه يعطينا تدريب على حالة الملكية، وحكينا عن الجملة الطويلة، جملة السلسلة، لأن بدي منكم تسجلوا الصوت وتبعتوا لنا إياه مشان نشوف أيضا لوين وصلنا مع بعض. نجي هون شبابنا، باريس إن رقم واحد الجملة الأولى سنتن وأشكن كنتي، سنتن وأشكن كنتي، حتى بالنص هيك حاطت مشان نحكي عن أيضا رسائل الكاتب للقارئ. هلأ الجملة أول شيء هون شبابنا لحالها سنتن وأشكن كنتي هي جملة مكاملة، هي عبارة عن جزء من جملة. شو ترجمتها؟ نجي نشوف نحللها أيضا قواعدين. هون أنا حاطت اللون الأحمر لاحقت المالك، اللون الأزرق لاحقت المملوك، مشان نعمل المقارنة وحالة الأسهم نربط الكلام وكيف نقلبه إلى حالة الترجمة شباب. هلأ صنت، أول شيء كلمة صنت في القاموس شو لها معاني؟ صنت بالدرجة الأولى هي كلمة فن، هي الفن بكل أشكاله، واحد الرسم، الشعر، التمثيل، شو مكان واحد. إلى جانب أيضا صنت تأخذ معنى مجازي آخر لما أي شخص بيقوم بعمله بإتقان بنسميه أيضا صنت، يعني لما شخص بيقوم بعمله بشكل جيد شو مكان عمله يكون إنه صنت يبير، يعني بيعمل فن بمعنى يتفنن بعمله صنت. صنت لها مرادف آخر تأخذ معنى كلمة شو بنسميها المهنة، أو نعم المهنة فينا نسميها المهنة، يلي هي أساساً معناها الأساسي هي كلمة زنات، رح أكتب أنا هون المعنى الأساسي لكن أيضاً صارت تقبل بكلمة صنات. كلمة زنات هي بتاخد معنى كلمة جاي من العربي من كلمة صنعة، بس بدل الصنعة الصاد بكون عندي بدالة حرف الزي، وهون عندي تشيفت آ زنات، الآ مرتين عم نلفظ آ زنات، معناها الأساسي هي كلمة صنعة، مهنة، مهنة يدوية، مهنة شو ما حرفة يعني، بينما صنات تأخذ معنى الفن وأيضا تأخذ معنى كلمة المهنة أو الحرفة اليدوية، الحرفة المهنة اللي تقام بها. فصنات مالك عندي هون لاحقة ملكية رباعنا مباشرة، شو كنا نعمل نحن؟ المالك دائما نحط أنه هو سهم للأمام، هو يحضر للتالي، ذا حالة عطف معناها التالي ليس مملوكه، التالي هو معطوف عليه، هو أيضا أشكن، أيضا مالك آخر، أشك العشق، أشك هو العشق، منها رح نتعرف على فعل هو فعل العشق. شباب كلمة أشك هو العشق كاسم، ركزوا على التالي، عنا فعل هو أشك أولمك، الآل ممدودة، أشك أولمك هو فعل العشق، هو أيضا العشق ولكن تحته هو كفعل، يعني بالعربي عني هون ركزوا أيضا فعل من أفعال مجموعة 10% من أفعال اللغة التركية. شو يعني عم نقصد 10%؟ إنه بالعربي يعشق ها، تعشق هو، يأخذ حرف الهاء مباشرة، يعني باللغة العربية فعل العشق هو فعل متعدي بيأخذ مفعول به، في اللغة التركية فعل أعشق المك هو فعل توجهي يأخذ دائما توجه، يعني لما بقول أنا أعشقك، أنا عشقتك، هون عشقتك صار عندي هون بان مو بان سيني، بان سنا توجه، بان سنا عاشق اولدم، عاشق اولدم، يعني فعل العشق بياخذ دائما توجه ما بياخذ مفعول به، هالنقطه هي نتذكرها سوا. اذا سنتن وعشقن كنتي، وكلمه كانت حكينا عنها ايضا سابقا، اجتنا ايضا بالاختبار السابق، كلمه كانت هي احد مرادفات كلمه شهر، يعني كلمة مدينة. فشو صار عندي هون معناها القطعة الأولى، الجملة الأولى سنتن واشكن كنتي، كنتي هون عيطيني لحقت المملوك، هالمملوك هذا محسوب على مين؟ على المالك الأول وعلى المالك الثاني، صار عندي معناها مدينة الفن والعشق، يعني هي مدينة تعتبر موطن للفن وموطن للعشق بهالمعنى هذا. هلأ الجملة هي ما هي كاملة، جملة أنا مدينة الفن والعشق هي ناقصة، ناقصها المبتدأ تبعي اللي هو هون عنوان النص باريس، يعني باريس، باريس شو هي؟ سنتن واشكن كنتي، هي مدينة الفن والعشق. الجملة الثانية هي جملة سلسلة اللي حكينا عنها، burası sevgililerin romantik gezilerinin en popüler durağı، burası بعدها فاصلة معناها أن أداة الإشارة، burası orası şurası مجموعة المكان، بس أجد في الجملة مباشرة بدي أعرف أنه هي عبارة عن عنصر مستقل، ما بعده هو الخبر تبعها،
هذا المبتدأ. Sevgililerin romantik gezilerinin en popüler durağı bilkamil عبارة عن عنصر واحد في الجملة هو عنصر الخبر. يعني مبتدأنا عبارة عن كلمة برسه، خبرنا هو كل هالنقطة هاي. كيف عرفنا؟ من خلال لواحق الملكية. نعمل جرد لهالمجموعة شو عم بصير فيها. Sevgililerin كلمة sevgili، أيضا شفنا سابقا كلمة sevgi. لاحظوا هون أيضا بعض الملاحظات شباب. sevgi هي كلمة حب كاسم، حالة الحب. وعندي منها الفعل sevmek هو فعل الحب، هو الحب بين قوسين كفعل يأخذ مفعول به فعل متعدي مثله مثل العربي يحبها تحبه. سيفمك هو حكينا عنه فعل الحب إنه بكل أشكاله، حب الأخ لأخوه لأخته لحبيبته لزوجة لزوجته كل يعني هو فعل الحب بكل أشكاله. على عكس أشكولمك معناه كان هو حالة العشق يأتم بين جنسين. فهنا عندي سيفجيلي شبابنا، سيفجيلي هو المحبوب أو المحبوبة يعني الطرف المحبوب، وهو أيضا كلمة العاشق والمعشوق يعني هو الشخص الذي يحب أو الشخص المحبوب بهالمعنى. فسيفجيلي ليرين عندي أول شيء لاحقت مالك، أيضا بعدها كلمة رومانتيك. ندخل على القاموس بكلمة رومانتيك، هي كلمة رومانسي صفة، صفة جاي بعد المالك معناها هي صفة التالي المملوك. جيزي ليرينين جيزي، هون نعدل مكتوبة خطأ. كلمة جيزي شبابنا، جيزي بمعنى نزهة، جيزي بمعنى نزهة بمعنى سياحة بمعنى نعم رحلة. يعني جيزي أيضا فينا نعتبر مرادف لألها هي كلمة سياهات، ممكن نعتبرها يولجلوك يعني هي عبارة عن نزهة سياحة سفر رحلة. شو صار عندي هون؟ جيزي ليرينين المالك سيفجيلي ليرين المملوك. هون عندي أول شيء لاحقت الملكية رباعي اللي هي لاحقة سهمها للخلف، يعني سهمها بيجي لعند سيفجيلي ليرين، يعني نزهات العشاق. بس أين نزهات منهم يلي صفتها الرومانسية؟ صار عندي النزهات الرومانسية للعشاق، ولكن ما انتهى الموضوع. عندي أيضا لاحقت مالك، فالمالك أيضا هون عندي نعازل رباعي نه لمين؟ أيضا عندي أين بوبولار، أين حكينا عنها أنه تأتي قبل الصفة إن إلا معنيين. أول شيء إن معناها هي كلمة العرض، إن الطول والعرض بالنسبة لأي جسم هندسي لأي مكان واحد. معناها الآخر كأداة في جملة اللغة التركية تأتي قبل الصفة تصنع منها صفة الحد الأقصى من الشيء، يعني مو التفضيل مو المقارنة بين شيء وشيء، هو الأفضل على الإطلاق، هو الأكبر على الإطلاق، هو الأسرع على الإطلاق في المكان بالكامل. كلمة popular شو معناها؟ popular هاللار هي من أصل الكلمة وليست لاحقة جمع. popular بمعنى كلمة شعبي، شعبي نحن نستخدم كلمة شعبي بمكانين، معنى بمعنى مشهور ضمن الشعب يعني ضمن الناس، ومعنى آخر نعتبر بمعنى أنه يعني ذو سوية متدنية شوي. أحيانا عندنا بعض المجتمعات تستخدم كلمة شعبي بمعنى متدني نوعا ما سويته، لا كلمة popular يقصد بها شائع بين الناس، يعني كاسب شهرة واسعة بين الناس، مستهلك من جميع الناس. popular أي مدينة مشهورة وتزار كتير اسمها popular بير شهر، يعني أي نمط خلينا نعتبر نمط شعر شائع في بلد معين في جغرافيا معين اسمه أيضا popular شير، الشعر الشائع الشعبي بين الناس. فهو كلمة شعبي بمعنى أيضا كلمة شائع. إن popular دوره، أول شيء دوره عندي هالأ هي مملوك لجزيلرينين. كلمة دورك نعرفها سابقا، كلمة موقف اللي هو نقصد بها أساسا موقف الحافلات، موقف الباص موقف الحافلات، نكتب جم موقف الحافلات، هون مستخدم بمعنى مجازي. فوصل عندي رومانتيك جزيلرينين إن popular دوره، صار عندي شبابنا جملة الملكية إنه بالعربي والتركي دائما الترجمة تبع ركزوا على ترجمة جملة الملكية، أبدا ما فيني ترجم من بدايتها أو من وسطها، لازم أنطلق إلى نهايتها. هذا واحد. اثنين، لما صار عندي بجملة الملكية صفات للمماليك، هون رح صير عندي أنا فلسفة مختلفة بين اللغتين، يعني كل لغة لها طريقة بالتعبير. ركزوا أنا هون بدي أترجمها بهالطريقة هاي. هو يعني هذا المكان هو الموقف الأكثر شعبية، يعني الأكثر شهرة للرحلات الرومانسية
للعشاق، يعني الموقف صفته الأكثر شعبية، للرحلات أو النزهات الصفة رومانسية التي هي أيضا رحلات العشاق. طيب؟ فهذا الكلام هون إذا نجي نترجمها بأكثر من طريقة شكل آخر، هي الموقف الأكثر يعني المحطة الأكثر شهرة لنزهات لرحلات العشاق الرومانسية. يعني كلمة الرومانسية إذا حطيتها في نهاية جملة الملكية ولا في ما بين الرحلات والعشاق، هون هذا كلام أنه بيعتمد على طريقة كل شخص فينا بالتكلم بالعربي. أنا بهمني نفهم شو المعنى المقصود، يعني شو المعنى يلي عم نفهمه وليس المعنى نحن عم نحكيه. موضوع أنه نكتب كل شيء عم حاليا عم نقراه باللغة التركية ونترجمه بشكل احترافي إلى اللغة العربية، هذا كلام هذا راح أدربكم عليه في مرحلة متقدمة جدا لما نشتغل على النصوص بعد ما نكون تجاوزنا مجموعة كبيرة من القواعد في اللغة التركية، نوصل إلى حالة نحن كيف نتدرب على الترجمة الجيدة للنصوص بترجمة كتابية إن كان من العربي للتركي أو من التركي للعرب. هون حاليا نحن بهمنا المعنى العام نوصل إليه والعمل مع اللواحق. إذن الجملة بعدها بو شهرين سوكاكلر تشوك رينكلي، بو شهرين سوكاكلر، أيضا هون عندي كلمة شهر من الكلمات اللي حكينا عنها سابقا. شهير هي أساسا فيها إيه، لكن مع وجود لاحقة المالك يتم سقوط هذا الحرف. الأسباب أنه هون ما عندي سبب قواعدي لهذا الموضوع، يعني ما عندي قانون يحكم هذا الموضوع، هي مجموعة من الكلمات عددها كبير يتم الحفظ، يتم حفظها من خلال التراكم، من خلال الاحتكاك، القراءة، الاستماع، إلى أن نصل إلى مرحلة نكون نحن مسيطرين على هالكلمات. هاي شفنا الكلمات الأبرز شهير نهير أول أز بورون جوس جوك وما شابه من كلمات هذول شفناها، راح يعدوا معانا مرارا وتكرارا. فهو صار عندي أنا بو شهرين سوكاك لر المملوك، يعني شوارع هذه المدينة شو حالها؟ تشوك رينكلي. كلمة رينكلي من الكلمات يلي معناها هي جمع كلمة رينك، رينك لون، رينكلي معناها الحرفي هي كلمة ملون يعني ذو ألوان. إذا قلت أنا شوارع هذه المدينة ملونة جدا بيصير المعنى حتى بالعربي قابل لأن يفهم، لكن ما عم بقصد ملونة بمعنى مدهونة بألوان مختلفة. هون أكيد عم نقصد فيها ملونة دلالة على الحيوية، دلالة على البهجة، دلالة على تنوع أشكال الحياة فيها. فهون عندي هون رينكلي، يعني ممكن أعطي أنا مترجم إلا هون رينكلي بمعنى مجازي، هون المعنى المجازي لكلمة رينكلي. ممكن عندي كلمة اسمها نيشيلي، ممكن نحط كلمة أيضا جانل. كلمة نشله، كلمة نشه بمعنى البهجة، نشله بمعنى كلمة بهيج، جانل جان روح، جانل بمعنى حي، حي إما بمعنى على قيد الحياة أو بمعنى حيوي ذو حيوية. فرح أكتب أنا هون جملة بمعنى كلمة حيوي وأيضا بمعنى كلمة حي. فهون شو عمل لي معناها؟ بو شهرين سوكاكلر تشوك رينكلي، شوارع هذه المدينة حيوية جدا، نشطة جدا، بهيجة جدا. هر سوكاكتا بير رسام تابلو يابيور، تاب شخطة لو يعني كلمة متكاملة. هر سوكاكتا بير رسام تابلو يابيور، في كل شارع، في كل شارع تواجد شو عندي؟ بير رسام، رسام ما، أحد الرسامين شو بيعمل؟ تابلو يابيور. عندنا كلمة تابلو أساسا معنى كلمة جدول، جدول أو معنى كلمة لوحة، يعني لوحة ممكن تكون لوحة رسمية هون عم يقصد فيها أو أي لوحة. أنا لوحة المهام اليوم رح نشتغلها عبارة عن كلمة تابلو اللوحة. هل رسام بير تابلو يابيور، عندنا فعل تابلو يابمك، تابلو يابمك قالب ديم يقصد به يعني رسم لوحة، يقوم برسم لوحة. فهون رسام تابلو يابيور يرسم لوحة، يدا يدا بمعنى فيا بمعنى أو، بير موسيسيان، موسيسيان هون نغمقها، موسيسيان بمعنى موسيقي، موسيقار عازف، أيضا عندي موسيسيان مرادفات لها، موسيسيان تساوي كلمة موسيكتشي يعني موسيقار عازف. يدا بير موسيسيان انسترومان شاليور، انسترومان، انسترومان بالقاموس أيضا تأخذ أكثر معنى، معناها الأساسي هي كلمة آلة موسيقية ولها معنى آخر بمعنى آلة أساسا يعني أدوات. في المشفى تستخدم كلمة إنسترومان
الأدوات المستخدمة بأي عمل جراحي تسمى أيضا instrument large، لكن بالدرجة الأولى المجتمع حاليا صار يعتمد على كلمة instrument ككلمة آلة موسيقية. بير instrument çalıyor، فعل çalmak، فعل متعدد المعاني، أنا حاليا ما رح أحكي عنه بالتفصيل، رح أجله لجلسة أخرى. عندنا فعل çalmak شبابنا معناه واحد، المعنيين الأساسيين له، واحد هو فعل العزف، واثنين بياخذ معنى فعل السرقة، يعني له معنيين منفصلين مختلفين عن بعضه. طبعا له معاني كثيرة، معناه أيضا طرق الباب، رن الجرس، رن الهاتف، العزف على آلة موسيقية، وسرقة شيء بياخذ مفعول به. مع كل المعاني معناه في الجملة، شكل الجملة، الموقف اللي عم نحكي فيه، ودائما شيء بنسميه المعلومات المشتركة بين المتكلم والمتلقي هي اللي بتحدد نوع المعنى نحن نوصل إليه. فهون بير ميوزيسيان انسترومان تشاليور، يعني أو أحد الموسيقيين العازفين يعزف موسيقى، يعزف آلة موسيقية. بو شهيرده çok ünlü markaların mağazaları var. طبعا بو شهيرده هون جوز بين عليكم منفصلة، هي هون متصلة فيها، يعني لاحقت التواجد. بو شهيرده في هذه المدينة çok ünlü markaların mağazaları var. Marka nefsa el markat, ünlü meşhur, çok ünlü markaların mağazaları var, yani tuğcat cümlet var hani tuğcat fi hadihi el medine mahallat li markat meşhura li esma bidaa meşhura, çünkü lianno burası hada el makan modanın da başkenti, modanın başkenti, başkent asime, asimet el moda aidan hal da hayda el منفصلة دا كلمة أيضا. إذن çünkü burası modanın da başkenti، لأنه هذا المكان أو هذه المدينة هي عاصمة الموضة أيضا. إذن هيك النص مرة ثانية، مدينة العشق والفن أو مدينة الفن والعشق، هذا المكان هو الموقف أو المحطة الأكثر شعبية، الأكثر شهرة للنزهات الرومانسية للعشاق. شوارع هذه المدينة حيوية جدا، في كل مدينة يوجد رسام يرسم لوحة أو موسيقار يعزف آلة موسيقية. في هذه المدينة توجد محلات لماركات مشهورة جدا، لأن هذا المكان يعني هذه المدينة هي عاصمة الموضة أيضا. هذا نصنا من الصفحة 40 كتاب هيتيت نسخة 2014 باريس. ناخذ لقطة للشاشة، نتدرب على الموضوع، نشتغل أيضا على النصوص القادمة. تفضل.